ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل وزيادة شوية. الفيديو بتاع النهاردة فيديو منتظر، هقول لكم فيه على ميكسات الزيوت اللي تعملوها لفروة الراس والأطراف، ولو انتوا عاوزين تعملوا ميكس بقى وخلاص تعتمدوه، هقول لكم كل مشكلة في الشعر ايه الميكس المناسب ليها، وهقول لكم كمان على العموم ايه الميكسات اللي انا بحبها. وفي اخر الفيديو هقول لكم لو عايزين تختصروا وتشتروا حاجة تكون جاهزة فيها ميكس يكون فيه كل حاجة، هقول لكم كمان على انواع كويس. وتابعوني علشان كل ما هعرف نوع كويس، بما ان السوق بقى بينزلوا منتجات كتيرة، هعمل لكم فيديو صغير عنها او هبقى اجمعهم كلهم في فيديو طويل. يلا بينا نبدأ. اول حاجة لازم تعرفوها هو ان احنا عندنا نوعين من الزيت، والكلام ده انا شرحته لكم قبل كده، مش هدخل معاكم في التفاصيل، بس لازم حمام الزيت بتاعكم يكون غرقان زيوت ناقلة بنسبة زيت عن 60-70%، وال20% اللي باقيين دي تكون زيوت الاساسيه خام مش مخلوط. انا فهمتكم الموضوع ده قبل كده، الزيوت الناقله بتبقى زيوت حنينه ما بيبقاش في منها اضرار، بس الاساسيه احتمال تعمل التهاب. الزيوت الاساسيه دي بنسبه 99% لما بتبقى خام وجايه خام ما ينفعش نستخدم منها غير نقط كده من بعيد لبعيد، بيبقى قوامها شفاف ورايح لقوام الميه، ريحته ريحه قويه قوي 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 من المنتج اللي انتوا هتشتروه. يعني لو زيت روزماري هتلاقوا ريحه الروزماري فايحه وعاليه قوي، لو مثلا زيت لافندر هتلاقوا اول ما تفتحوا الازازه وتاخدوا منها نفس تحسوا كان مناخيركم خلاص مش قادره، وهكذا عن النعناع. فالزيوت الاساسيه نعرف منين انها زيوت اساسيه خام ونتعامل معاها معامله الزيوت الخام ونتعامل معاها من بعيد لبعيد بالنسبه بتاعتها لا 20% لما بتبقى غاليه، لما بيبقى قوامها مايل للميه، لما بتبقى كميه صغيره بسعر كبير عامه، وريحتها الفواح. فدي الحاجات اللي تقدروا تعرفوا منها اذا كان الزيت اللي معاكم ده اساسي خام 100% ولا اساسي وهم ضايفين له زيت ناقل وجاي لنا جاهز. هديكم مثال على الزيوت الاساسيه عشان تبقوا فاهمينها. دلوقتي انا معايا 2 زيت روزماري، ده من مركز البحوث وده من المصريه. تعالوا كده نختبر او نشوف الاثنين عاملين ازاي. ده بتاع المصريه، بصوا كده، بصوا قوامه عامل ازاي. ده كده زيت روزماري بس مخلوط على زيت ناقل، غالبا الزيت الناقل هنا هو زيت زيتون، لان زيت زيتون هو اللي بيبقى لونه مخضر كده شويه، ومكتوب عليه ان هو زيت روزماري. روزماري اساسي يا جاكلين. نتعامل معاه ازاي؟ نتعامل معاه بالنقط وان هو 20% من كميه الزيت اللي احنا هنحطها؟ لا، نتعامل معاه معامله الزيت الناقل عادي جدا. ليه؟ لان هو بقى عباره عن زيت زيتون بفوائد الروزماري. فلو انا مثلا هحط معلقه من زيت ناقل زي زيت جوز الهند، هحط من ده كمان معلقه. دلوقتي الدور على الروزماري بس بتاع مركز البحوث، وبتاع مركز البحوث انا مشترياه غالي جدا، مع ان هو نفس الحجم، بس انا مشتريه بتاع مركز البحوث غالي جدا، وده طبيعي لان هو خام. مجرد ما فتحته ريحه الروزماري تقيله قوي، وقوامه بصوا قوام ميه شايفين حتى، ولونه لون شفاف. ده كده بنقول عليه ان هو زيت ماله، الزيت ده زيت روزماري بس اساسي خام. ده يتعامل بشكل كده اللي هو بالنقط، لما نيجي نحط معلقه مثلا من زيت الناقل على فروه الراس هنحط من ده 3 4 نقط. دي من اهم المعلومات اللي لازم تعرفوها، ولازم تبقوا عارفين ازاي تفرقوا ما بين الزيت الناقل والزيت الاساسي، والزيت الاساسي المخلوط بزيت ناقل. وقلت لكم هو بيتخلط ليه؟ علشان هو بيعمل الريتيشن، على قد ما فوائده عظيمه زي زيت الروزماري، بس زيت الروزماري بتاع مركز البحوث اللي هو الخام اللي مايل للميه ده، لو انا جيت استخدمته على فروه راسي هيلهب فروه الراس وهيعمل الريتيشن بشكل مش طبيعي. فازاي بنعالج ده؟ بنزوده لزيت ناقل. في بقى شركات بتريحكم من الخطوه دي زي المصريه وتديكوا زيت روزماري مخلوط جاهز على الزيت الناقل بتاعه، ومن الزيوت الناقله دي اللي هو زيت الزيتون. فهم يجيبوا الروزماري ويحطوه على الزيت الناقل ويدوه لكم بسعر قليل، ويدوه لكم عشان هم مش ضامنين اذا كنتوا انتوا عارفين ان ده بيتعامل معامله خاصه ولا لا. طيب مثلا يا جاكلين، في كلمه تانية ممكن تخلينا نفرق ما بينه ولا لا؟ بصوا هنا مثلا المصريه منزله زيت النعناع هنا وكاتبه عليه ان هو مركز. طالما هي كاتبه ان هو مركز يبقى خلاص ده مركز، ده لو فتحناه وشمناه او دلقناها لاي مايل للميه، ريحته فواحه، سعره غالي، وهكذا. حاجات اساسيه لازم تبقوا عارفينها ولازم تبقوا متعلمينها طالما انتوا اللي هتعملوا ميكس بتاع الزيوت بتاعكم. طبعا النسب انتوا حافظينها، احنا بنحط 80% من الزيوت الناقله اللي هي الحنين، جوز الهند، سمسم، بذور عنب، ارجان، لوز حلو، وبنحط الباقي 20% من الزيوت الباقيه على حسب انتوا عايزين تحطوا ايه، روزماري، نعناع، لافندر، تحطهم كلهم على بعض، تحط واحد بس منهم براحتكم. نيجي بقى للميكسات. اول حاجه ميكس تطويل الشعر، لو انتوا عاوزين تطولوا شعركم يبقى تعتمدوا على ان الميكس بتاعكم يبقى عباره عن الزيوت الناقله، واختاروا منها اللي انتوا عايزينه او اختاروا واحد بس، وتختاروا الزيوت الاساسيه واهمهم زيت حبه البركه وزيت الخردل.
انا بالنسبه لي لو هدفي تطويل الشعر هحط جوز هند مقدار معلقه ونص معلقه حبه البركه ونص معلقه خردل، وده كده ميكس التطويل. نيجي لتاني ميكس، ميكس التكثيف. اول زيتين لازم يجوا على بالكم خروع وروزماري عشان بيقللوا التساقط وبيظبطوا الدنيا. بس عندنا مشكله في الروزماري انه احتمال يجي لنا خام وده هيعمل لنا التهابات، وعندنا مشكله في الخروع انه زيت لزج والفروه مش بتقدر تمتصه. فهحط ربع معلقه من الروزماري وربع معلقه من الخروع على معلقتين زيت ناقل زي جوز الهند او بذور العنب او الزيوت دي. نيجي بقى لميكس القشره. افضل ميكس قشره استخدمته في حياتي نص معلقه من زيت النعناع الخام او معلقه لو هو مش خام، وعليه 10 نقط من زيت اللوز المر، وطبعا زيت شجره الشاي لانه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا والفطريات. لو حسيتوا ان الريحه او الملمس بتاعهم حراق على فروه الراس عشان زيت النعناع ممكن يكون خام، بتحسوا كده كان انتوا حاطين تكييف على فروه راسكم، ممكن تزودوه شويه زيت جوز هند او اي زيت ناقل انتوا بتحبوه لفروه راسكم. طب عاوزين ميكس لترطيب الشعرايه، زيت جوز الهند والارجان واللوز الحلو والسمسم وبذور العنب بزبده الشيا، ممكن ناخد مقادير متساويه منهم كلهم او ناخد حتى زيت واحد منهم ندفيه ونوزعه بس بكميه معتدله ما تقفروش، وعامه ما تقفروش يعني تقريبا فروه الراس في حمام الزيت بتاخد معلقه كبيره متدفيه، والشعر بياخد على حسب كثافته ممكن يوصل لخمس معالق كده. طبعا في زيوت ليها فوائد كتير زي زيت الباجونج وزيت دابر املة. دابر املة لوحده على الفروة كويس جدا وبيعمل تنشيط للدورة الدموية وبيتقل وبيكثف، بيطلع شعر بجد هيلثي. فلو انتوا تعرفوا تجيبوا زيت دابر املة يكون موثوق من المكان بتاعه جيبوه استخدموه لفروة الراس. على فكرة ينفع تستخدموا زيت جوز الهند لوحده، ممكن ما تستخدموش جنبه اي زيوت تانية لفروة الراس وللاطراف. انا قعدت فترة طويلة وشعري كان بجد بيتعالج وكان بجد هيلثي. عايزاكم كمان تاخدوا بالكم من حاجة، مثلا الميكس بتاع القشرة هو واقي للقشرة، مش لما القشرة تجيلنا نستخدمه، لأ لو احنا خايفين ان القشرة تجيلنا نستخدمه قبل القشرة ما تيجي نكون بنستخدمه عشان يحمي فروة الراس. بس كده اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي من الفيديو دوت، عشان انتوا تبقوا بتتعلموا تعملوا ازاي الزيت بتاعكم بالفوائد اللي انتوا عايزينها. انا مثلا كجاكلين بحب قوي اعمل زيت جوز الهند وده الفيفوريت بالنسبه لي، اجيب زيت جوز الهند كميه كده 80% منه، وبعد كده اروح لل 20% بتوعي بحط خروع وبحط روزماري وحبه البركه عشان بيطول الشعر كويس قوي، ونعناع عشان احاول اوقي فروه الراس من ان يجي لها قشره بشكل مستمر. فكاني هحط مثلا من هنا 10 معالق هحط بقى نص معلقه من الزيوت اللي قصادي اللي انا لسه قايله لكم دي. لو بقى انتوا من الناس اللي مش عارفين يحددوا هما هيجيبوا اني زيوت، فالزيت ده من افريكان جرينز هو جاهز على الاستخدام على طول، في 7 زيوت، بيحتوي على 7 زيوت اهمهم زيت الخروع وزيت الروزماري عشان بيكثف الشعر، وباقي الزيوت بتطول وبترطب فروة الراس. فكده انتوا في كل الانجريدينتس، انا جبته من البيج دي على الانستجرام تقدروا تطلبوا منها على طول. تاني نوع وهو الفوليكل بوستر، ده من رو افريكان، طبعا طبعا انا مش محتاجه اتكلم عنه، في زيت روزماري وزيت بذور الكتان، تقريبا ما فيش حد جربه الا لو قال عليه ان هو ممتاز. وطبعا زي ما قلت لكم الكميه بتاعتكم هي تقريبا معلقه، دي البيج بتاعه الانستغرام بتاعت رو افريكان تقدروا تطلبوا منها الفوليكل بوستر. وانا عامه جبت لكم خصم من التو براند، الخصم جاكلين 10 هيديكم 10% ديسكاونت. انتوا بقى جربوا الزيت اللي يعجبكم وحطوا من الزيت دوت على الزيت دوت والكميات اللي تعجبكم والفوائد اللي انتوا عايزينها، واستمروا على الزيت اللي تلاقوا منه نتيجة كويسة. بس كده اشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.